والله ذكر يعني بعض أهل العلم يعني أن 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 النصارى كانوا يقومون بهذا الفعل. النصارى كانوا يقومون بهذا الفعل قبل الصوم بيوم، يأكلون حتى يعني قبل، على قولتهم قبل مصيبة الصيام، يعني يحرموا من الطعام. بينما المسلم يعني عنده أصلا سنة كلها صيام، ما عنده مشكلة في الصيام ولا يأكل لي يستعد للصوم، لأنه عنده الصوم طبيعي ووناسة وعبادة وكذا، فلا يعني لا يتضايق لدخول الشهر حتى يقعد يأكل قبل الشهر، فتركها هو الأصل يعني.